قرار جديد لمجلس الأمن يؤكد على وحدة واستقلال اليمن ويمدد صلاحية القرارات السابقة. ما الذي يمكن أن يقدمه القرار لمشهد الأزمة المعقد في اليمن؟ وهل ستستثمر الشرعية هذا القرار على الضد من مشاريع التقسيم والتفتيت المستجد؟ أهلا بكم. صوت مجلس الأمن على القرار الذي تقدمت به بريطانيا بموافقة جميع الدول وتحفظ روسيا والصين، ويعد القرار 25/11 حلقة في سلسلة قرارات دولية للمجلس بدءا من القرار 22/16 الذي صدر في 2015 أبان الانقلاب الحوثي والتدخل الخارجي. القرار تضمن أيضا تمديد الصلاحية للجنتي العقوبات وفريق الخبراء، غير أنه لم يتطرق للأزمة التي وصلت إليها البلد اليوم بعد 5 سنوات من استمرار الانقلاب وتدخل السعودية والإمارات في اليمن. النص ذاته والبنود ذاتها يكررها مجلس الأمن منذ بداية الأزمة دون تقديم معالجات حقيقية تسهم في إزالة العوائق أمام تثبيت حضور الدولة في اليمن وتقليص نفوذ الميليشيا غير القانونية. ما هو حجم فعالية مجلس الأمن في معالجة الأزمة اليمنية؟ وهل تقتنص الشرعية الفرصة مع استمرار الدعم الدولي ولو سوريا؟ أم أن الأمور ستستمر في الانحدار نحو الهاوية؟ مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار جديد تقدمت به بريطانيا بشأن الأزمة اليمنية. القرار 25/11 أكد دعمه لوحدة واستقلال وسيادة اليمن، وقضى بتجديد الولاية للجنة العقوبات والجزاءات وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن لمدة سنة إضافية حتى فبراير 2021. تضمن القرار أيضا تجديد العقوبات التي أصدرها في قراره 2216 في العام 2015 على قيادات في ميليشيا الحوثي وقيادات من عائلة صالح. لم يأتي القرار بجديد كما يراه البعض، فهو ليس أكثر من تمديد للوصاية الدولية على اليمن، وتجاهل التطرق لجوهر الأزمة اليمنية ومساهمة المجتمع الدولي في معالجتها، على الرغم من تأكيد القرار على أن الحل الأمثل للأزمة اليمنية لن يكون إلا عن طريق الحوار المباشر بين الأطراف اليمنية. إشارة نص القرار لوحدة واستقلال اليمن رآه البعض دعماً لموقف الحكومة الشرعية ضد مشروع الانتقالي الانفصالي الذي ترعاه السعودية والإمارات، غير أن الواقع على الأرض يقول أن مجلس الأمن ومواقف الدول دائمة العضوية فيه تتماهى مع أجندة الرياض وأبو ظبي في اليمن. الحكومة اليمنية رحبت بالقرار وأشارت إلى النقاط التي أدان بها القرار ميليشيا الحوثي، لكن السؤال هل ستستفيد الحكومة من هذا القرار؟ وما هو الأفق الذي يمكن للحكومة العمل من خلاله على ضوء حقيقة أن السعودية والإمارات أصبحتا في الجانب الآخر من المعادلة إلى جوار ميليشيا الحوثي فيما يخص تقويض الدولة في اليمن وعرقلة عملية السلام؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير دكتور فيصل. مساء النور لك وللمشاهدين الكرام والمتابعين والمتابعات. أهلا بك دكتور فيصل. كيف تابعت قرار مجلس الأمن حول تمديد عمل لجنتي العقوبات والخبراء في اليمن؟ بالتأكيد القرار متعلق بالفترة الزمنية لمدة فريق الخبراء انتهت، وكان لابد من اتخاذ موقف من مجلس الأمن، إما إلغاء لجنة الخبراء باعتبار أنها أنهت مهمتها ولم يعد لها يعني جدوى من الاستمرار، أو إصدار قرار بالتمديد لها لمدة عام، وهذا ما ذهب إليه مجلس الأمن بأن لجنة الخبراء لا زالت الأزمة اليمنية بحاجة إليها. هناك مؤشرات إيجابية في القرار كما هي القرارات السابقة، التأكيد على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وهذه جزء من المسلمات التي تدافع عنها الأمم المتحدة عن أعضائها، فاليمن الجمهورية اليمنية هي عضو في الأمم المتحدة، ولا يمكن أن تسمح كسابقة خطيرة قانونية في الأمم المتحدة بتجزئة اليمن أو الانتهاك سيادته. الشيء الثاني
الدلالة التي يمكن أن نجدها، وهي المستجد في القرار. هناك فقرة مهمة أن القرار منح لجنة الخبراء إمكانية إعفاء العقوبات عن بعض الجزئية، عن بعض الموجهة العقوبة ضدهم. وأنا أعتقد بأن هذه الفقرة تخص من برأيك؟ في مجلس الأمن من اتخاذ قرار مباشر. نعم، يعني ألا تعتقد أنها تقريبا إذا فهمناه بشكل قانوني. نعم تفضل. إذا فهمناه بشكل قانوني، مثلا الموتى كأفراد مثل الرئيس السابق، يمكن أن ترفع عنه العقوبات باعتبار أن بقاءها عليه دون جدوى، هذا أولا. نعم. ثانيا، ربما أيضا هناك مؤشر إقليمي على أن هناك مطالبات على رفع العقوبات على بعض الشخصيات التي يمكن أن تكون في المشهد السياسي، وهذا نجده في خطاب المؤتمر الشعبي جناح العائلة وجناح الإمارات بحرصهم على رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، وكذلك تعيين جناح الحوثي أحمد علي عبد الله صالح كنائب لرئيس المؤتمر، وهي أيضا مخالفة للائحة الداخلية للمؤتمر. هذه تعتبر توقعات وليست معلومات أكيدة. نعم، لكن تبقى العقوبات هي موجهة كما تفضلي. بهذا الشكل إذن هل تجد أن مجلس الأمن كان الذي أصدر قراراته في 2015 بشأن الأزمة اليمنية بهذا القرار الجديد، هل تجد أنه قفز على قرار 22/16؟ لا، هو أبدا. من الإيجابيات في هذا القرار بأنه أول مرة أكد على المرجعيات التي حاول يقفز عليها جريفيث، والذي يحاول الحوثيون أن يتخطوه، والذي أيضا تحاول حتى الإمارات أن تعيد تقديم خريطة تسوية خارج إطار هذه المرجعيات، وكذلك السعودية، يعني من خلال قفزها في الحوار الثنائي مع الحوثيين دون اعتبار للشرعية ودون اعتبار للمرجعية نفسها، وهي أحد الدول التي اقترحت أو صنعت المبادرة الخليجية. فالقرار الأمم المتحدة قانونيا، هذا للعلم، يعني قانونيا تشتغل بحرفية عالية، لكن ما هو حاصل هو الجانب السياسي، والجانب السياسي هو شغل ليس أمم متحدة وإنما شغل أعضاء الأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن اللاعبون الحقيقون، تتحكم فيهم المصلحة على الجانب القانوني. ولم يسبق أن قرأنا قرارا فيه من التناقض مع مسار التسوية، يعني أكد القرار على احترام المرجعيات وعلى الانتقال السياسي حسب رغبة اليمنيين، وهي دولة اتحادية من 6 أقاليم، وكذلك إنجاز ما ترتب على ذلك من استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية. في التقرير حقكم مثلا أو في الجانب الإعلامي بشكل عام في خطأ في التناول مع يعني مسألة البند السابع في اليمن، يعني لا نستطيع أن نقول بأنه العقوبات مسلطة على اليمن كدولة أو كسلطة شرعية، هذا خطأ كبير. ما هو بند العقوبات ابتداء من القرار 21/40 أو 22/16 أو قرار الخبراء المتتالية، هي الجزاءات المترتبة كعقوبات موجهة للمعرقلين ككيانة وكأفراد، وهي منصوصة في القرار 22/16، أي أن السلطة الشرعية والدولة اليمنية هي بعيدة عن أن تكون موضوعة تحت فصل السابع، يعني غير مشمولة بهذه العقوبات أي شخصية حكومية أو أي مؤسسة رسمية، وبالتالي القرارات كلها تقف إلى جانبنا، لكن نحن من لا يقف مع نفسه. عندنا للأسف سلطة شرعية وفريق حكومي وفريق دبلوماسي لا يستثمر مثل هذه الانحيازات الدولية للسلطة اليمنية وللشرعية. نعم، سنأتي إليها وهي جزئية مهمة في حلقتنا لهذا اليوم، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا البراء شيبان الناشط الحقوقي والسياسي عبر الهاتف من لندن. مساء الخير أستاذ براء. مساء النور وأهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ براء، كيف قرأت القرار الأممي الجديد بخصوص اليمن 25/11 على مستوى المضمون والتوقيت؟ أعتقد أنه مهم جدا. من ناحية التوقيت أعتقد أنه يعيد الثقة إلى السلطة الشرعية مجددا، يعيد التأكيد على التزام المجتمع الدولي التحديات الكبيرة التي عرفت اليمن مؤخرا، و الشكوك التي أحيطت بجدية ومدى يعني جدوى استمرار دعم العملية السياسية، لكن هذا القرار الآن يؤكد أنه يجب الاستمرار في الاستقرار السياسي في البلاد،
أهم المرجعيات التي التي نص عليها القرار. النقطة المهمة، أنا أريد أن أذكر أن هذه اللجنة عندما تم تشكيلها هي تم تشكيلها لذات الغرض لضمان أن لا يكون هناك معرقلين للعملية السياسية منذ 2014. التغيرات والتي والأحداث التي مرت في اليمن هي ما وضعت هذه اللجنة أمام صعوبات، لأنه كانت هناك مطالبات بعدم جدوى الاستمرار في عملية الانتقال والبحث عن صيغة أخرى. لذلك أعتقد أنه توقيت مهم وقرار مهم للغاية يعيد الثقة للشرعية اليمنية. ما يتبقى يجب على الحكومة الشرعية أن تبني على هذا القرار وتحاول أن تستعيد زمام المبادرة، لأنها أعتقد أنها فرصة كبيرة من حسبها الحكومة الشرعية، وأكدت بشكل واضح على كل ما كان تذكره الحكومة الشرعية من أن الحوثيين نهبوا المساعدات، عرقلوا المساعدات، ذكرت الانتهاكات التي والتجاوزات بشكل واضح، وأكدت على وحدة واستقرار اليمن، أي أن الخيارات التي حاول أن يسلقها مجلس الانتقال في الجنوب لم يقرها مجلس الأمن. نعم، إذن لو سألتك من خلال عنوان هذه الحلقة، عدت لك السؤال برأيك، هذا القرار هل ستستفيد منه الشرعية؟ حقيقة الإشكالية أنه إذا كنا صادقين، يعني هناك افتياء كبير شعبي وسياسي من الأداء الرسمي للحكومة الشرعية، رغم أن كل مرة تكون هناك فرص مواتية، وهذا القرار أحد هذه الفرص الذي أعتقد أن على الحكومة الشرعية أن تستغله وتستفيد أن هناك لا يزال هناك صوت موحد فيما يتعلق بالصوت الصوت الأممي. هناك التزام على الأقل في هذه المرحلة من قبل الداعمين الأساسيين للحكومة الشرعية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. لذلك أعتقد يجب أن حتى وإن كانت يعني كان هناك بعض الافتياء في المرحلة السابقة، في الأخير الفرص تأتي، يجب استغلالها ويجب أن نمضي قدما. نعم، إذن تمديد فترة لجنتي العقوبات وكذلك لجنة الخبراء الخاصة باليمن لعام آخر مع إمكانية أو إتاحة الإعفاء للجنة الخبراء، برأيك هل أو لجنة العقوبات هل يمكن أن يتم الإعفاء عن بعض الأسماء أو إضافة أسماء جديدة؟ هو يعني هناك احتمال جديد كبير انه يتم اضافه اسماء جديده. الاعفاء انا استبعد، لان المسببات التي ذكرت في التقرير الذي قدمه لجنه الخبراء مسببات موضوعيه يعني تبقي على الكثير من الاسماء داخل ضمن العقوبات. النقطة الثانية والمهمة أيضا أن الأسباب التي دخلوا فيها أصلا ضمن العقوبات لم تنتفي، لم يحصل هناك انتقال سياسي، لازالت أسباب العرقلة واضحة. ولكن مهما كان أنا أريد أن أذكر الجميع أنه الحل اليمني في الأخير هذه ضمحان تكون في فرص يمكن الاستفادة من المجتمع الدولي إلى حد ما. الحل في الأخير لن يأتي إلا من اليمنيين، إلا في اللحظة التي تستعيد فيها الحكومة الشرعية والأحزاب السياسية المختصة حولها زمام المبادرة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك البراء شيبان، الناشط الحقوقي والسياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، يعني برأيك لماذا لم يشير القرار مباشرة لإيران بصفتها الدعم الأول للميليشيا بالأسلحة، وكذلك أيضا لم يشير للإمارات رغم أن هناك تقارير أممية صدرت يعني حول جرائم الإمارات تحديدا، وهناك أيضا تقارير أخرى تشير إلى دعم إيران للحوثيين؟ هو القرار لا يحتاج إلى التذكير بمثل هذه الإشارات، بالرغم أنه نص على مسألة استمرار العقوبات في الحظر على توريد الأسلحة وتزويدها للميليشيات،
وفي قرارات سابقة، عطفا على قرارات سابقة، تم الإشارة إلى أن إيران هي من تدعم الحوثيين بهذا القرار، ولكن أيضا ركز على أنه على جميع أعضاء الأمم المتحدة التعاون في تنفيذ هذا القرار وعدم السماح بإيصال الأسلحة إلى الحوثيين أو الجهات المعرقلة. الشيء الثاني، نص القرار أيضا على مسألة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والإخفاء القسري الحاصل. طبعا هنا ترك القرار الباب مواربا مفتوحا، يعني لكي يشمل الجميع ولكن دون تسمية. فالحوثيون يمارسون الإخفاء القسري على كثير من اليمنيين والناشطين والمواطنين العاديين، حتى أناس ليس لهم لا علاقة لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع. وكذلك الإخفاء القسري أيضا تمارسه الإمارات في وسجونها، وأيضا حتى السعودية متهمة في التواطؤ بهذا في كل من حضرموت، في عدن، في الساحل الغربي، وكذلك ما تقوم به من انتهاكات وتعسفات السعودية في المهرة. يعني لم يسمي، ولكن في نهاية الأمر إياك يعني وافهمي يا جارة، فالقرار يتكلم عن جريمة ومعلوم من يرتكب هذه الجرائم وهناك أدلة. فريق الخبراء أشار بدقة بقراره لتوضيح الجرائم والأطراف المشتركة فيها، وأشار إلى الإمارات وأشار إلى الحوثيين وأشار حتى إلى الأطراف المتصلة بالشرعية التي تمارس مثل هذه الانتهاكات. عادة القرارات القانونية تكون قرارات ذات بعد موضوعي، وبالتالي هي ليست متعصبة مع طرف ضد آخر، هي فقط ترصد الظاهرة. والقرار أيضا يشكو من أن الحوثيين يمنعون التعاون مع يتمنعون من التعاون مع لجنة الخبراء التي ترصد مثل هذه الظاهرة، وهذه بحد ذاتها إدانة يعني وإشارة واضحة إلى مسمى بعينه. لجنة الخبراء نفسها في قرارات سابقة أشارت إلى من يزود الحوثيين بهذه التقنيات من الأسلحة، وهذا القرار عندما ذكر في التأكيد على حظر العقوبات في حظر الأسلحة أيضا هو تعقيب على ما ورد تأكيده في قرارات سابقة، أي أننا لسنا بحاجة إلى أن نكرر بعض التفاصيل التي أصبحت معلومة بوضوح، والتكرار لم يعد يفيد شيئا في هذا الموضوع. نعم. إذن هل تتوقع أيضا أن يعني هناك ضغوط دولية على مجلس الأمن يعني حالة دون ذكر إيران في القرار، خاصة إذا ما ذكرنا روسيا؟ لا أعتقد بأن هناك ضغوط، لأن لا أحد يستطيع أن يمارس الضغوط على مجلس الأمن سوى الدول الدائمة العضوية الخمس. والتحفظ أو الامتناع عن التصويت من قبل روسيا والصين لأسباب بروتوكولية كما تمت الإشارة في الأخبار، ولو كانت وهي لديها القدرة على عرقلة إصدار القرار أصلا من أساسه، وبالتالي هي فضلت الامتناع للسماح بالقرار بالنفاذ. فمسألة الضغوط هنا غير واردة، ولكن دائما التصارع كما قلنا في مسألة الأداء القانوني والسياسي للأمم المتحدة هو ما بين القانوني الذي تسعى به الأمم المتحدة بحرفية عالية، وبين السياسي الذي تعبر عنه أعضاء الأمم المتحدة سواء الكبار أو الرعاة الراعين الرسميين في المسألة اليمنية بمصالح واضحة. في وهذا يدل على يعني يفسر أقصد غض الطرف عن الجرائم التي ترتكبه السعودية والإمارات في اليمن وعن الخروج عن مشروعية التدخل. طبعا هي لا تستطيع قانونيا أن تصبح ملكا أكثر من الملك وأن تدافع عن القضية اليمنية، بما أن الشرعية صاحبة الحق الأصلي لم تعترض على هذه الدول التي خرجت عن الأهداف. لكن إذا ما تحركت الشرعية وفق القانون بالتأكيد ستجد تناغما وتجاوبا من مجلس الأمن، بحيث سيصبح هناك قرارات تعطي أسماء إشارة واضحة لجميع الأطراف العابثة في اليمن سواء إيران أو السعودية أو الإمارات أو أطراف أخرى قد لا نعرفها ولكن قد تدخل تذكر. كيف يمكن للشرعية أن تقتنص هذه الفرصة ويعني هذا القرار لصالحها؟ إلى الآن التراكم من التجارب خلال تقريبا 6 سنوات من الصراع يتضح لنا بجلاء أن الشرعية ليست مهتمة باستغلال الفرص، هي مهتمة بالبقاء في السلطة، هي مهتمة بسلامة نفسها، بالحفاظ على مصالحها الشخصية، بالبقاء سالمين ينعمون بالمغانم لا دخل لهم بالمغارب. هذا القرار تقريبا القرار رقم 14 الصادر من مجلس الأمن إن لم تخني الذاكرة،
وبالتالي كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن أو البيانات الرئاسية من أو الإحاطة من المبعوث الأممي المتحدة كلها تصوب لصالح الدولة اليمنية، لصالح السلطة الشرعية. لم نجد من هذه السلطة الشرعية أي فاعلية في مسألة استغلال الفرص. اليوم نحن نتحدث عن مبادرة السلام، طبعا العالم سيتضجر، الرعاة أو الأمم المتحدة ستتضجر في المستقبل لتفرض على اليمنيين حلا سياسيا خارج إطار المرجعيات عندما يزيد الحد عن أقصد الأزمة تطول عن حدها. صحيح أن القرار ارتكز على 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 مرجعية قانونية في ميثاق الأمم المتحدة، وهي أن المشكلة اليمنية ما زالت تهدد السلم والأمن الدوليين، والحوثيون في سلوكهم في البحر وفي الجو أيضا يؤكدون للأمم المتحدة بأن اليمن صارت خطرا على السلم والأمن الدوليين، وبالتالي ربما تجبر جميع الأطراف في المستقبل بما فيها الرعاة الإقليميين والأطراف الإقليمية المتصارعة في اليمن مثل السعودية والإمارات وإيران على أن ترفع يدها عن اليمن وأن يلزم اليمنيون هذا الحل. طبعا الفرصة الوحيدة أو الممكنة التي يمكن أن تقفز اليمن إلى سلام هي إعادة ترتيب الصف الوطني، الجيش، الأمن، الإدارة، السلطة الشرعية، وبالتالي يتم كسر عظم الحوثيين إلى الحد الذي يقبل بالتسوية السياسية وفق المبادرة، وفق القرار الأممي الصادر وفق الفصل 7-22-16. فهذا القرار أصلا هو يتضمن الحل، وهو حل ملزم، أي أن الحوثيون متهمون باعتبارهم ميليشيات معتدية على ممارسة الانقلاب، وعليها بالانسحاب، تسليم السلطة، إطلاق المعتقلين. إلى الآن لم تستغل للأسف السلطة الشرعية ولا فريقها الحكومي ولا فريقها الدبلوماسي ولا الدبلوماسيين في العالم، يعني دبلوماسيين فقط ينتظرون آخر الشهر لكي يقبضون الأموال بالدولار، وأيضا يتم تعيينهم بطريقة فجة، أي أنه أصبحت الدبلوماسية مجرد مشاعا لمن يريد أن يحسن ظرفه أو وضعه الاقتصادي أو وضعه الشخصي والمالي، أي أن جميع السفارات في العالم لا نجد لها حراكا يوازي على الأقل نشطاء الحوثيين الذين يشتغلون في أوروبا ويقدمون أنفسهم باعتبارهم سلطة أمر واقع تعبر عن دولة لا تعبر عن فوضى. اليوم الفوضى الحاصلة داخل النطاق الشرعي أو نطاق الشرعية أصبح مخجل ومخزي، الفساد المالي، الفساد الإداري، تعيين الفاسدين، سلوك كثير يغضب الشارع اليمني. يعني اليوم سأعطيك فقط مؤشر بسيط لكي تعلمي والمشاهدون الكرام يعلمون مدى الفساد. يعني حتى 2014 كان حجم ما يصرف من رواتب لجميع موظفي الدولة وعددهم يتجاوز ربما 800,000 أو مليون كما يقال، ليس لعلم بدقة الإحصاء، كان لا يتجاوز 70 مليار ريال يمني. اليوم ما يصرف فقط لأقل من 30% من الموظفين في المناطق المحررة أكثر من 130 مليار، يعني فساد مهول، احتجاز 3 حاويات من العملة المطبوعة، تقريبا الحاويات 4 حاويات أو 3 تتجاوز الحاوية سعتها أكثر من 20 مليار، يعني 80 مليار ذهبت لم تحقق حولها شيء، ولم يعاقب الجنات ولم يعلن عنها، بينما يتم إصدار من النيابة الجزائية قرارا بإلقاء القبض والتحقيق مع صحفيين وأصحاب رأي يعبرون عن آرائهم في الفساد وفي هذا الانحراف، يعني شيء مخزي. يعني وبدلا مثلا من هذه القضايا أن تكون معززة مؤسسيا بأن تشتغل جميع المحافظات بشكل مؤسسي كفو، أصبح الناس لازم يذهبوا إلى أعدن للمعاملة الراتب أو للتحقيق أو للعقوبة أو للسجن. اليوم مقتل الحمادي تقريبا، الشهيد الحمادي، القائد الحمادي رحمة الله عليه، يعني شهور لم نجد أي إجراء لمحاكمته. يعني هذه السلطة الشرعية للأسف لا فلحت في الإدارة الداخلية ولا فلحت في حفظ السيادة اليمنية، ولا أيضا استغلت الدعم الدولي. نعم، عند هذه النقطة بها من خلال إصدار مثل هذه القرارات التي يصف في صالحها. نعم، عند هذه النقطة دكتور اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ لبيب ناشر الناشط السياسي عبر سكايب من نيويورك. مساء الخير أستاذ لبيب. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بالمشاهدين. أستاذ لبيب، كنا نتحدث مع الدكتور فيصل حول عدم استفادة الشرعية من هذا الدعم الدولي، هل برأيك هذه المرة يمكن أن تستفيد الشرعية
من هذا الدعم ومن هذا القرار في لملمة موقفها وشتاتها والانتصار لسيادة البلد؟ الفرصة كانت متاحة وما تزال متاحة للحكومة الشرعية بأن تستفيد من جميع أدوات القانون الدولي اللي هي كثيرة. هي ممكن أن تبدأ ترفع قضايا، ممكن أن تبدأ تطالب بضم بعض الشركات والدول حتى الدول إلى قائمة العقوبات. لكن لا أعتقد أن الحكومة الحالية تمتلك الآلية أو الخبرات التي ممكن أن تفعل أدوات القانون الدولي. التقرير الأخير كان مختلف عن التقارير السابقة، هي نفس الديباجة وهي نفس الـ 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 النقاط الرئيسية، التأكيد على وحدة اليمن، التأكيد على أمن الحدود، ولكن كان هناك إضافة مهمة جدا أن التقرير بدأ يتطور مرحليا في كل سنة. السنة هذه بدأ يشمل الجانب الحقوقي بشكل كبير جدا، وهذه نقطة مهمة جدا يعني كما قال الدكتور فيصل ضيفكم، تسمح للحكومة اليمنية بأن تفعل من الآن وصاعدا أدوات القانون الدولي بشكل كبير. هي فرصة كبيرة بحقيقة الأمر. لكن يعني هل ستستغلها الحكومة برأيك أم ستتجاوزها كالكثير من الفرص التي قدمت لها وتجاوزتها؟ في تصوري أنها للأسف ستتجاوزها، إلا إذا حصلت معجزة حقيقية مع الحكومة اليمنية الحالية وفعلت هذا الموضوع. نعم. أعتقد أن الفرصة ستمر مثلما مرت في تقرير العام الماضي، لأن هذا التقرير ما يسمى التقرير الدوري الفني للتجديد فقط، يعني هو تقرير يجب أن يتخذه مجلس الأمن كل سنة للتجديد للجنة العقوبات. هذا نعم. ما يحصل، وهذا التقرير سنويا تقريبا. فأخشى أن الحكومة اليمنية ستفوت، هذا رأيي الشخصي من خلال ما أنا مطلع عليه. نعم. لكن هناك من يجد أستاذ لبيب أن الديباجة هي ذاتها والبنود ذاتها مع اختلافات بسيطة يكررها مجلس الأمن منذ بداية الأزمة دون تقديم معالجات حقيقية على أرض الواقع في إزالة العوائق أمام تثبيت الدولة والشرعية. أنا أختلف معك في هذه النقطة، مثلما حكيت لك أنه التقرير هو عبارة عن تقرير فني دوري. في كل سنة يجب أن يجتمع مجلس الأمن بناء على التقرير الصادر عن لجنة العقوبات، لجنة العقوبات تصدر تقريرين في العام. تقرير في منتصف العام في يوليو لا ينشر، وتقرير في آخر العام وهذا الذي ينشر، وبناء عليه يتم اجتماع مجلس الأمن وإصدار القرار الجديد الذي هو عبارة عن تجديد للجنة العقوبات. الفكرة هنا أن هذه السنة تقرير مجلس الأمن الأخير 25/11 فتح مجال أوسع للحكومة اليمنية بأن تبدأ تحرك كما قلت سابقا أدوات وتفعل أدوات القانون الدولي. الديباجة هي نفس الديباجة، لا يختلف عليها اثنين. نعم، ولكن بعض النقاط التي تم الخلاف عليها، مثلا في هذا العام كانت أمريكا مصرة على أن تضع الجزئية الخاصة بإيران ودعم إيران للحوثيين وتوريد أو مساعدة إيران في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وأصرت روسيا والصين على إبعاد هذا البند لكي يمرروا القرار، وبالتالي لكي يتم التوافق على القرار قبل بقية أعضاء مجلس الأمن. ولكن المندوب الأمريكي كان واضح جدا في كلمته وأكد على هذه النقطة من طرفه بشكل واضح وكبير جدا. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ لبيب، سأعود إليك. دكتور فيصل، هناك من يقول أن مجلس الأمن لم يلتزم بتنفيذ قراراته السابقة، فما الذي سيضيفه أي قرار جديد إلى سابقه في المشهد اليمني؟ مجلس الأمن الدولي عادة لا يتجه بالإشراف على تنفيذ قراراته إلا إذا صدرت قرارات تحول أي قرار وفق الفصل السابع المادة 40 إلى قرارات أخرى متصاعدة تصل إلى تشكيل هيئة أركان حرب، وبالتالي تشكيل قوة عسكرية وتنفيذ القرار. وهذا لم يعد ممكنا، لأنه الدبلوماسية اليمنية
اكتفت بطلب التدخل الخليجي في الوضع اليمني ولم تطالب مجلس الأمن بتفعيل قراراته وتنفيذها بنفسه، هذا أولا. ثانيا، لا يمكن لمجلس الأمن أن يشرك نفسه بقوة عسكرية تلزم تنفيذ قراراته، بما أن السلطة الشرعية انصرفت عنه إلى قوة إقليمية. نفس مجلس الأمن نفسه موافق على مثل هذا الإجراء، لأنه إجراء قانوني، أي أن التدخل تم في اليمن عسكريا لدول السعودية والتي شكلت دول التحالف بموجب طلب رسمي، وهذا معلوم بالقانون بأنه طلب شرعي. لكن اليوم الحكومة نفسها يعني كل الانتهاكات التي ترتكب حتى من حلفائها لم تعترض عليه، قصف الجيش من قبل الإمارات، استمرار الحصار قويا وبحريا على اليمن والمناطق الشرعية، يعني العبث بالإغاثة، أيضا الصمت عن انتهاكة حقوق الإنسان والقانون الدول الإنساني. اليوم كما قلنا هذا القرار كما قال ضيفك الكريم من واشنطن يعني أتاح مجالا جديدا أو فسح دائرة جديدة، وهي إشارة للذكي يفهم الأذكياء أو الحكومة الذكية، بأنه الآن العقوبات ينبغي أن تتوسع لتشمل المنتهكين لحقوق الإنسان وللقانون الدول الإنساني. هل الحكومة نفسها قررت منذ اليوم الأول للحرب أن تعترض على مثل الانتهاكات أو أن تهدد برفع الأمر إلى مجلس الأمن؟ لم تفعل. لا يمكن أن يكون مجلس الأمن ملكا أكثر من الملك، يعني لا يهمه شأن اليمني إلا فيما يخص الحفظ على السلم والأمن الدوليين، وبالتالي إذا استمرت الحرب في اليمن حتى 100 سنة لا تهم مجلس الأمن، ليست من اختصاصاته أن يتدخل في الشؤون الداخلية للدول ما لم يصبح فعلا هناك تهديد حقيقي للأمن الدولي أو الملاحة الدولية، بحينها سيتدخل دون حتى طلب من السلطة الشرعية، لأن الأمر أصبح ينطلق ضمن التوصية التي أقرها مجلس الأمن بأنه المشكلة اليمنية أصبحت تهدد السلم والأمن الدوليين. لكن الحقيقة الآن الممر الدولي آمن، القوات الدولية لأعضاء مجلس الأمن لا تجد مشكلة بهذا، وبالتالي لا يجد الحوثيون القوة الكافية فعلا لعرقلات أو تهديد الملاحة الجوية. يعني في نهاية الأمر الحوثيون يمارسون الفرقعات وهم يظهرون كقوة نتيجة لإخفاق السلطة الشرعية ليس أكثر. لو لم يكن هذه الإخفاقات لدى السلطة الشرعية لما ظهر للحوثيين أي قوة، وربما لا تم التخلص منهم في السنة الأولى أو في الشهور الأولى. يعني اليوم نتحدث عن الحكومة الشرعية لو سمحت لي، نعم، أن تشتغل على المستوى الدولي وعلى القانون الدولي الإنساني، وهي غير قادرة على تسوية أوضاع محلية، على أوضاع ترتيب الإدارة، ترتيب المحافظات، ترتيب السلم والأمن المحلي، غير قادرة على انتزاع شركة الاتصال من صنعاء، غير قادرة على انتزاع البريد من صنعاء، غير قادرة على توريد الأموال الإرادة المركزية إلى البنك المركزي، وبالتالي أعطت للحوثيين مجالا رحبا في إيرادات لتمويل حربهم. يعني لو كانت استطاعت أن تغلق بطريقة إدارية وإجراءات فنية الموارد المركزية السيادية مثل شركة الهاتف والاتصالات والبنوك والرخص للمؤسسة الكبرى، وكذلك قلنا شركة الاتصال بجميع أنواعها والبريد، ربما لما وجد الحوثي مالا قادرا على استقطاب المقاتلين ودعمهم وشراء الأسلحة أو على الأقل دعمهم بالمال. يعني اليوم السلطة الشرعية تبدو شريكة لإعطاء الحوثيين نفسا وقوة جديدة، يستمر كقوة شرعية، ربما ننتقل بالتفاوض معهم كقوة أمر واقع لتقسيم البلد، لا نجد حلا لذلك في ظل هذه السلطة التي لم تعد أمينة على 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 أداء مهامها الدستورية، لم تؤدي مهامها الدستورية على المستوى المحلي، فكيف يمكن أن يتحمس لها مجلس الأمن لكي يقف معها أو يتدخل بنفسه؟ إلى الآن السلطة الشرعية لم تلتقط كل هذه الامتيازات، الدعم المحلي والإقليمي والدولي لتحسين أدائها على الأرض، فكيف يمكن أن نطلب من مجلس الأمن أن يتدخل لحماية قراراته؟ لم يتدخل في قرارات كثيرة في 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 إسرائيل وفي فلسطين، يعني في القضية الفلسطينية، لأنه أيضا عندما يكون الطرف صاحب الشأن لا يحسن الإدارة السياسية ولا يحسن تقديم نفسه كمحامي رفيع أو كمحامي ناجح، مجلس الأمن لا يتدخل أو لا يورط نفسه في تدخلات هو في غنى عنها ولا في قضية لا تهمه ولا تهدد مصالحه. إذن أعود إليك دكتور فيصل بعد سؤالي للأستاذ لبيب. برأيك أستاذ لبيب، هذا القرار هل يمكن أن يقف بصورة أو بأخرى أمام التدخل والعبث الإماراتي والسعودي باليمن وسيادته ووحدته؟ نعود مرة أخرى ونقول بأن ما جاء في هذا القرار فيما يخص الوحدة اليمنية
والحفاظ على سيادة اليمن والتراب اليمني جاء في جميع القرارات السابقة، والإماراتين يعلمون ذلك، أن لا أحد يستطيع أن يمس بهذا الجزء مطلقا، لأن أعضاء مجلس الأمن جميعهم متفقين على هذا الأمر، إلى جانب أن القانون الدولي ليست لعبة بيد حكام الإمارات أو أي دولة أخرى. القانون الدولي محكوم باتفاقيات ومواثيق دولية، ولا يعطي الحق لأي دولة في العالم أو لأي قوة في العالم أن تحقق الانفصال في أي جزء من أي دولة، إلا في حالة استثنائية واحدة، وهي ما تسمى في القانون الدولي الديفيكوت، وهذه معناها أنه في حالة أنه سيطر، أو إذا كان هناك قوة عسكرية سيطرت على الدولة بشكل كامل، وهناك دول أخرى اعترفت بها من الدول الرئيسية في مجلس الأمن أو الدول دائمة العضو في مجلس الأمن، في هذه الحالة ممكن وبعد مرور يعني سنوات طويلة يبدأ، وبعد تقديم هذه الدولة إلى رفعها إلى مجلس الأمن مدعومة بتزكيات الدول التي تم الاعتراف بها، وماذا فعلت في داخل الدولة بعد السيطرة المسلحة، كيف بنت، كيف نمت الاقتصاد، كيف أصبحت دولة محافظة على الأمن في المنطقة التي أو في الأرض التي سيطرت عليها، فيما بعد ربما مجلس الأمن الدولي يضع الموضوع على الطاولة. أما حاليا لا خوف على الوحدة اليمنية مطلقا، لا من الإمارات ولا من المجلس الانتقالي ولا من أي دولة أخرى، هذا شيء مفروغ منه تماما، ومن يفهم القانون الدولي يعرف تماما ما أتحدث عنه. نعم، نقول لك هذه الفكرة دكتور فيصل، يعني في كل مرة مجلس الأمن يؤكد على سيادة ووحدة اليمن، بيانات التحالف كذلك لابد أن تذكر بأنها مع سيادة ووحدة اليمن، ولكن ما يجري على أرض الواقع هناك تمزيق لهذا البلد، أصبح كل يعني جزء محكوم بميليشيا مختلفة، لم تعد مترابطة كبلد واحد، فما الذي يجري بالضبط؟ من يساهم في هذا التمزيق هي السلطة الشرعية نفسها. كيف تسمح السلطة الشرعية نفسها لطرف انقلابي أن يصبح ندا لها وتعترف بانقلابه ليصبح طرفا سياسيا وتمنحه الشرعية؟ كيف تسمح هذه السلطة الشرعية لاقتطاع جزء من أراضيها دون موافقة؟ جزيرة ميون، الساحل الغربي، جزيرة سقطرى، المهرة، يعني نحن اليوم إذا أردنا أن نضع المشرط على المكان الصحيح للجرح ينبغي أن نضع أصابعنا في أعين السلطة الشرعية، في عين هادي تحديدا باعتباره صاحب القرار، لم يعترض على قصف 300 جندي يحمون سيادة اليمن وشرعيته، لم يعترض على السجون المخفيين قسريا في سجون الإمارات، لم يعترض على الخيانة الموجودة في صفوف الجيش، لم يعترض على عدم صرف الرواتب للجنود المناضلين أكثر من سنة أو 8 أشهر أو تأخيرها. يعني في نهاية الأمر نحن نتحدث عن ثغرة داخلية فتحت لنا فشلا ذريعا. أنا أعتقد بأنه لو كانت السلطة الشرعية متماسكة ورفضت مثل هذه الانتهاكات الداخلية من الانقلابيين، ولم تسمح بتجنيد 100,000 كما صرحت الإمارات، ولم تسمح للسعودية والإمارات بالاختراق، ربما لا أصدر مجلس الأمن قرارا بعقوبة أعضاء مجلس الانتقالي وأصبحوا ضمن المجرمين الملاحقين. ولكن عندما يجد أن السلطة الشرعية نفسها منحتهم حضورا رئيسيا وحضورا شرعيا بالتوافق معهم، وبالتالي ذهبت وفق رغبة الرياض التي لها هدف آخر، تريد أن تميع الموضوع اليمني وتريد أن تضعف الدولة اليمنية حتى يسهل السيطرة عليها في الحدود وفي المناطق الساحلية واللعب فيها، حتى لا تكون دولة قوية قادرة على التأثير في العمق السعودي، سواء من الجانب الناعم، التأثير الناعم في النجاح السياسي والاقتصادي على المستوى اليمني، أو في الأداء الخشن إذا ما في صراع مباشر بين اليمن والسعودية. وبالتالي هي يعني لها اعتبارات خاصة في 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 هذا في هذه الخيانة الحاصلة في إضعاف اليمن. يعني لا تقف السعودية تاريخيا موقفا لصالح اليمني، دائما تقف في الضد وفي النقيض، وبالتالي من السذاجة بمكان أن نستدعي نظام ملكي لدعم الجمهورية. يعني كان الأولى بعبد الرب منصور إذا كان سياسيا محنكا يستدعي بريطانيا،
باعتبار وجودها الاستعماري في عدن أكثر قدرة على 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 الحفاظ على وحدة وسلامة اليمن، على أن تكون اليمن يعني في يد هؤلاء الدول الإقليمية التي هي أقل من أن يطمئن إليها، لا من حيث الحسم ولا من حيث القوة ولا من حيث احترام حقوق الإنسان ولا من حيث الإعمار ولا من حيث الدعم الحقيقي. يعني اليوم المجتمع اليمني يعاني من فقر، أمراض، مجاعة، بنية تحتية مدمرة، كلها بالصواريخ السعودية والإماراتية بالطيران، ويتحدثون عن إعمار مضحك. يعني حتى هم أنفسهم يعرفون بأنهم يكذبون، حتى رؤوسهم يعني يتحدثون عن مطار دولي في مارب، يعني كارثة. يعني يتحدثون عن طلاء في مدرسة بأنهم بنوها وهي مبنية منذ 20 سنة، ورئيس السلطة الشرعية والفريق الحكومي لا يفتحون يعني ألسنتهم اعتراضا على مثل هذا العبث، والذي يعترض يجد عقوبة العزل. بن دغر اعترض عزل، وبالتالي اليوم الجواني والميسري يعترضون من منظر قانوني بحت، وبالتالي هم موضع غضب. لا أدري متى سيتم التخلص منهم في أي حكومة قادمة، والحبل على القرار كما يقال. نعم، إذا أستاذ لبيب، يعني اليمن وقعت بين قريب يخذلها أو جار خذلها، وبعيد لا يكترث لأمرها، وسلطة شرعية للأسف الشديد فرطت بسيادة هذا البلد وسلمت رقبتها لهذا القريب. برأيك ما هو الحال أمام الشعب اليمني ضمن هذه المعادلة المعقدة؟ رأيي الشخصي أنا أن كما تفضلت حضرتك، نعم الكل يعرف أنه الشعب اليمني واقع بين يعني فكي كماشة، الحكومة الشرعية والتحالف من جانب، والانفصاليين والحوثيين الذي هم أكبر مصائبنا من جانب آخر. هناك مقترحات كان وضعها جون كيري الرئيس السابق لنائب الرئيس السابق، هذه المقترحات وضعت بعض الحلول التي تتوافق مع القانون الدولي والتي قد يكون من خلالها الفرق أو فتح أفق جديدة للانسداد السياسي الذي حاصل الآن في اليمن. تلخصت المقترحات هذه إما بتشكيل مجلس رئاسي ويبدأ بعد كذا نقل جزء من صلاحيات رئيس الدولة إلى هذا المجلس الرئاسي، أو التوافق على نائب رئيس ويتم انتقال صلاحية رئيس الدولة إلى نائب الرئيس التوافقي. وللأسف هؤلاء أو هذان الخياران تم رفضهما تماما من قبل الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وهذا ما سيجعل لحالة الانسداد السياسي استمرارية إلى أن يشاء الله. أنا ذكرت سابقا في أكثر من مرة أن نحن نعيش كدولة في حالة شلل رباعي تماما، لا نستطيع أن نفتك من هذا التحالف الذي أصبح يدمر الشعب ويدمر البلد أكثر مما تدمره بقية الفصائل مؤخرا، خاصة بأن زمام الأمور كلها في يديه للأسف الشديد ونحن تحت البند السابع. ولا نستطيع تعليقا على كلام الدكتور فيصل، نحن لا يستطيع مجلس الأمن التدخل طالما قد مجلس الأمن وافق على إعطاء زمام الأمور للتحالف إلا باجتماع جديد وإقرار جديد ونقض الجميع على اتفاق القرارات السابقة. فأنا رأيي الشخصي أن مقترحات نائب الرئيس السابق الأمريكي جون كيري الذي وضعها في عمان قبل أشهر كانت هي أو ما تزال هي الحلول الأنسب والأفضل للفكاك من هذا الوضع الذي نحن فيه. إذن في رأيك الدكتور في دقيقة إذا تكرمت، هل تتفق مع ما طرحه الأستاذ لبيب أمام حالة الشلل الرباعي الذي وصفها للبلد؟ نعم، هناك في الطب تجارب زرع رأس جديد كلياً لمريض أصبح دماغه ميت، وبالتالي نركب له رأس جديد. اليوم الدولة اليمنية محتاجة إلى رأس جديد، ومقترحات جون كيري هي كانت اتهام بأن الفشل الأساسي برئيس جمهورية عاجز عن الفعل، وبالتالي وصل إلى سلطة ورافض أن تنقل منه، لأنه المشكلة لدى عبد الرب منصور يعلم بأنه أي حل للمشكلة اليمنية أي مغادرته للسلطة، هو يعلم ذلك، وبالتالي لا يجد ثقة بأن يمكن إعادة انتخابه.
وبالتالي اليوم التغيير الحقيقي في اليمن هو إما تغيير فوقي أو تغيير تحتي شعبي. التغيير الفوقي أن عبد الرب منصور يتحلى بشجاعة ويغير من سلوكه السياسي لاستكمال الحل السياسي بتعزيز سلطة اليمن وتفعيل الإدارة وحماية السيادة، وبالتالي يستعد للرحيل وهو لا يريد ذلك. وبالتالي علينا كأحزاب وكمجتمع أن نرغمه على ذلك، مثل ما أرغم الشعب اليمني علي عبد الله صالح بالرحيل وهو أقوى من عبد الرب منصور بكثير، نحن سنصل شعبيا إلى إرغام عبد الرب منصور بالرحيل، ولتكون النتائج ما تكون في نهاية الأمر لابد أن نعود إلى نقطة الصفر والبناء من جديد. أما هكذا في الحقيقة فعبد الرب منصور يعتبر هو الكارثة الكبرى، لا يقل كارثية عن الانتقالي الذي صنعه هو ولا عن الحوثي الذي شارك هو في صناعته. نعم، إذن شكرا جزيلا لكما ضيفي العزيزين دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية جامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، شكرا جزيلا لك. والأستاذ لبيب الناشر الناشط السياسي كنت معنا عبر سكايب من نيويورك، أيضا شكرا جزيلا لك. وكذلك ولكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.